تابعين بعدنا معكم مشاهدينا حلقتنا لليوم، وقتينا وزيريان رح تحضر لنا اليوم خضرة مشوية بالفرن، وأكيد رح يطلعوا طيبين أكثر مع ماجي. هاي تينا. هاي. اليوم عرفت إنه الطبخة يلي رح نحضرها كتير صحية. صح. ما في قليل. أكيد. خضرة. بس خضرة. حنستعمل خضرة اليوم، وحنعمل صوص على جنب للخضرة. هي صوص اسمها تاتيكي، هي يونانية، صوص يوناني تشبه الخيار واللبن يلي بناكلها مع الكبة. وحنستعمل الخضرة ونشويهم مع الماجي كيوبس. أوكي. كمان اللبن، اللبن مع الخيار له كلمة بالأرمني، جاجخ صح؟ جاجخ. جاجخ. So, حنعمل جاجخ إذا بدك تشبه الجاجخ. So, حنبلش مع المكونات. عنا الخضرة، حنستعمل الفليفلة الحمراء صفراء والخضراء، حنستعمل الباذنجان، ونستعمل كوسة، حنستعمل البصل الأحمر كمان. أنا عملتهم، حضرت لكم إياهم already. حنستعمل الماجي كيوب الطبيعي 100%، وعنا شوي من الثوم، عنا الرمان للزينة، عنا التشايفز يلي هن يعني من عائلة البصل والثوم، بس طعمتهم أخف شوي. عنا هون الخيار المبروش، وشلنا المي منهم. عنا هون خل، شوية خل، خل التفاح. عنا نص كباية لبن وملعقة كبيرة من اللبنة البلدية. هلا اللبن واللبنه هون بدك تخلط، خبريها بعدين فسرهم بعدين. سو حنبلش مع الخضره، حنخرطهم سوا ونحطهم بالفرن. فينا نحطهم شويهم كمان فوق النار. سو حنبلش مع الباذنجان، حنقص الباذنجان، شيل هالشقفه القاسيه، وحنقص الباذنجان برانشيت شوي سميك، لان كثير عندهم مي الباذنجان والكوسه، سو دغري بيجفوا بال فمشان هيك من قص شوي او منكبر القطعه. صح. فينا نكبرهم، يعني نقصها بالنص الباذنجان اذا نستعمل وحده الباذنجان الصغار. عندنا كمان الفليفله مثل ما فرجيتكم الحلقه الماضيه، نقصهم بهالطريقه تما يطلع الشقفه المره. في واحدة تانية بقلبه. سيربريز. سيربريز. أوكي، ومنقصهم بالنص بس تيكونوا بايت سايز، تنحط الدب عليهم. هول كمان منزيدهم. عنا الكوسة كمان ترانشات كبار سميك. اوكي. انا هون بدي اسال ميا، هديك المره عملت لي استجواب، انا هلا دوري اني اسالها. انا ما بطبخ. انت ما من الاخر عفاف، ما تحاولي تساليني. صحيح ميا، بس بتحبي الخضره عفاف. هلا مع ماجي رح اطبخ. ليه؟ لانه يعني مثل ما عم نشوف منجمع الخضره اللي نحن بنحبها، في افكار كثير سريعه وسهله عم بتكون معنا بمجرد ما نكون عم نضيف لها ماجي بالدجاج بالاعشاب الطبيعيه، دغري عم بتبين النكهه والريحه الطيبه، فرح تتشجعي انك تصيري تطبخي الاكل شوي. والطبخ اسهل. ايه هلا تشجعت. شجعتي. بقى الدسير بس هون تينا. اذا في لبن اكيد الدسير نحن متفقين عليه، ميا كلنا متفقين عليه. تينا هون في لبن، في لبنه للدب حنستعمله. اوكي، ولكن يلي مع يلي عنده مشكله مع لبن او فيجيتيريان، يعني في فينا نعمل جواكامولي، فينا نعمل غير انواع من الدب. الخضره مع الخضره فيك تاكلي اكثريه الانواع الدب معهم. سو اوكي، اتس هيك مور ريفرشينج، دب مور ريفرشينج. اذا عم نعمل باربيكيو برا بدنا شيء هيك بارد شوي مع الخضره السخنه. سو هلا زدنا شوية زيت زيتون، وحنزيد الماجي كيوبس فوقهم تعطيها هالنكهة الطيبة بدون ما نزيد أي يعني ولا نسبة ملح ولا نكون بحاجة لبهارات زيادة. صح. سو هلا خلطناه هون، حنحطهم على صينية، بس صينية هيك شوي عالية بتشبه هاي. سو بحطهم بهالطريقة،
فينا كمان نحط الكوسه والباذنجان على صينيه غير صينيه لان بياخذوا اقل وقت تيستووا. بنحطهم على حراره عاليه بالفرن، يعني الحراره 200 درجه. سو بنحطهم بهالشكل وبنحطهم بالفرن وبننسيهم ل 20 دقيقه. ننسيهم؟ يا ننسيهم، وبهالوقت بنعمل الصوص. يعني عن جد فكره كثير حلوه وكثير سهله. اكيد المكونات المشاهدين كانوا عم بيتابعون قدامهم، بس اكيد مثل ما بنقول دائما في افكار جديده، في نصايح كمان كل المشاهدين فيهم يحصلوا عليهم من خلال العناوين يلي عم تمرق قدامهم على الشاشه، واللي دائما بنقول بيميز ماجي الدجاج بالاعشاب الطبيعيه انه الكالوريز اللي فيها كثير قليل، 8 كالوريز بس، الفات نسبته كمان كثير قليله، الملح قد ما كل شخص بحاجة خلال النهار، والبهارات أكيد ما بيقصوا. أكيد. سو حنزيد هلأ نص كبة من اللبن، وحنزيد اللبنة بس تكمش شوي. حنزيد اللبنة أكيد. نية ليلي عنده حساسية بيقدر يطلع على المعلومات الموجودة على علبة مكعبات ماجي، هيك بيعرف أي نوع من الحساسية ممكن يتفاديها لدى تناولها. حنحط شوية ثوم كمان. أوكي شو عم نعمل هنا؟ حنحط شوية ثوم، إذا نفضل بلا ثوم كمان فينا منزيده. أكيد مع ثوم أطيب. أكيد. حنزيد الخيار. شو اسمه قلنا بالأرمني؟ جاجخ. أوكي. بس غريبة بلغتين غريبة الاسم. جاجخ وتاتيكي. سو حنخلطهم، حنزيد عليهم شوي من الخل، فينا نستعمل الخل التفاح او فينا نستعمل خل العنب. اذا مرقة الدجاج مع الاعشاب الطبيعية هي 100% طبيعية، خالية من المواد المضافة والمواد الحافظة والملونات الاصطناعية والنكهات. منتجات الشرق الاوسط حاصلة على شهادة ذبح حلال من المصانع يلي بتنتج منتجات اللحوم والدجاج. حكومات الشرق الأوسط تملك قوانين صارمة حول استيراد المنتجات القائمة على اللحوم يلي بتوفي معايير التنظيم الغذائي الإسلامي. شو عملتي بغيابنا تينا؟ سو هلا خلطت الدب وعم حطهم بالصحن وهعمل البرزنتيشن للصحن. سو حطينا شوي من الدب، حنزيد عليهم التشايفز يلي هن مثل البصل والثوم بس طعمتهم أخف، وحنزيد شوي من الرمان للون. نحن عادة ببيتنا بنزيد نعناع يابس لهيك اللبن، صح؟ صحيح اكيد انا بعتبرهم دائما يعني كل الاربز، بس فينا نستعمل كمان الكزبره. اتس فيري جود، يعني بتستعمل هيك بنغير شوي عن عاداتنا، بنغير عن النعناع اليابس. سو بنزيد شوي كمان الرمان على الصحن بس تعطي هيك لون احلى. بس ارجعي ذاكرينا نحن قطعنا الخضره يلي نقيناهم، باذنجان، كوسه، فليفله من كل الالوان وبصل احمر، حطيناهم بالفرن عملت 20 دقيقه على حراره 200 درجه. وكمان فينا نستعمل الهليون، فينا نستعمل اللوبيا، فينا نستعمل حالة خضره اللي بدنا اياه. بس اكيد مع ماجي الدجاج بالاعشاب الطبيعيه اكتملت طبختنا واكيد صارت اطيب. كمان بدنا نذكر النصائح يلي ماجي بقدمتها لكل المشاهدين، انه بيقدروا يزوروا المواقع على اللي عم شوفها امامنا على الشاشه، ونحصل على الكتيب اللي موجود بالاسواق لحتى كمان نطلع على نصائح جديده من ماجي. هلا اليوم الاكله يلي حضرناها هي كثير سهله مثل ما قلنا، صح، وصحيه كثير، بس اكيد بنضل هيك بحاجه انه نحرك جسمنا. نحن هلا بعد البريك اكيد رح نكون مع فانيسا خصوب. بريك وراجعين.